والولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الأوساط الأمريكية بدأت تجد بأن واشنطن متوجهة إلى صدام خطير وكبير للغاية مع إيران في الفترة القادمة مع تعثر المفاوضات النووية، وهذه جاءت بتفاصيل حديثة يوم أمس من قبل CNN الأمريكية التي قامت بمقابلة علي فائز وهو أحد أهم الخبراء في الكرايسيس جروب التي يقع مركزها وهي موجودة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقام بوضع إجابات واضحة جدا وكونكلوجن وتحليل لما هو قادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الفترة القادمة. وقال مع تعثر المحادثات النووية ووجود الكثير من الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهم الإقليميين، هنالك مساحة كبيرة للتصعيد المتعمد أو غير المقصود الذي قد يخرج عن نطاق السيطرة. وهو أيضا وضح بشكل واضح بأن صيف عام 2022 سيكون مشتعلا بين الطرفين بشكل عال للغاية، ولكن وأيضا هو قارنه بشكل صريح بصيف عام 2019 عندما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صعد كثيرا ضد الإيرانيين، ولكن الأمور مختلفة الآن بالنسبة لإيران. فإيران مقارنة بتلك الفترة هي لديها الآن تقارب مع المملكة العربية السعودية، واقتربت أيضا كثيرا مع الإمارات العربية المتحدة، كلام كبير يجري وإيجابي من إيران إلى جمهورية مصر العربية وأيضا مع الجزائر. وعلى هذا الأساس CNN الأمريكية وجدت بأن منطقة الخليج العربي لن يكون فيها التصعيد حاضرا، بل إن التصعيد سيكون حاضرا في سوريا بين الولايات المتحدة الأمريكية والفصائل المسلحة الموالية لإيران بشكل مباشر. ولكن هنالك نقطتين في هذه القضية مع تعثر المفاوضات النووية وحديث CNN عن هذا السيناريو الخطير جدا الذي ممكن جدا فعلا أن يتم أن تفشل هذه المفاوضات، فلم يبقى إلا القليل أمام هذه المفاوضات والفرص أصبحت ضعيفة للعودة إلى الاتفاق النووي. وجدت هنالك قضيتين مهمتين بالنسبة لإيران، الأولى بأن إيران ستقوم بعملية وتستمر في تخصيب اليورانيوم كما نعلم بنسبة 60% وتنتج اليورانيوم بنسب عالية للغاية، وهذا ما يرشح بحسب CNN الأمريكية إلى ضربة قادمة ضد المنشآت النووية الإيرانية. ولكن الأهم من ذلك، هل إيران ستصمد أمام العقوبات القادمة من الإدارة الأمريكية في ظل هذا السيناريو الواضح تماماً؟ بين الأوساط الأمريكية منتبهة بأن إيران الآن قد تغيرت، هي تكيفت وتعلمت على التكيف على العقوبات الأمريكية، هي أصبحت لديها الكثير من الاتفاقيات والتواصل مع روسيا ومع الصين، وهي طلبت الانضمام إلى منظمة بريكس التي أيضا تتواجد فيها الهند، ومرجح جدا أن تقبل منظمة بريكس بعملية انضمام إيران إلى هذه المنظمة، وهي حالها حال منظمة شنغهاي. وبالتالي إن إيران تمتلك الكثير من المصادر والمخارج الاقتصادية للخلاص من العقوبات الأمريكية مقارنة بالفترة التي سبقت أساسا إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. بل إن أيضا الأموال هي متوفرة لإيران، وهذا واضح من عدد من المصادر السورية التي رصدت تماما عمليات تهريب الصواريخ والسلاح القادمة عبر الحدود العراقية. مثلا المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد مؤخرا نقل الصواريخ إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران إلى غرب نهر الفرات، وهي تأتي مواجهة وتواجه على الجهة الأخرى القواعد التي تتواجد ويتواجد فيها التحالف الدولي مثل قاعدة حقل العمر النفطي وقاعدة كونيكو. بل إن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بتقرير جديد هو أكد بأن هنالك رفع للرواتب الخاصة بالفصائل المسلحة أو ما أسماها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، كان هنالك رفع لرواتبهم بنسبة 30%. وكذلك يجب علينا أن لا ننسى بأن الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين وشراء الصين لهذه الصادرات النفطية تلعب دورا كبيرا بالنسبة لإيران. بل إن الناقلات النفطية لوحظت بحسب شركة بلانيت بأنها موجودة على السواحل السورية، وهي لوحظت يوم أمس طبعا بهذا الشكل ونشرت هذه الصورة من قبل شركة بلانيت. كما تحدثنا ناقلتين للنفط إيرانية موجودة على سواحل بانياس السورية، وليس هنالك اعتراضا من الولايات المتحدة الأمريكية على الناقلات النفطية إذا كانت هي متوجهة إلى سوريا أو إذا كانت هي متوجهة إلى الصين. وبالتالي المصادر ومصادر الأموال هي موجودة ومتوفرة بالنسبة لإيران، وعلى هذا الأساس هي قادرة على التحمل. بل إن CNN وجدت بأن إيران
العام ستستمر في عملية تحمل العقوبات، وهي ستنتظر انتخابات قادمة جدا ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن الانتخابات النصفية في مجلس النواب الأمريكي، وبأن إيران على يقين، والسي إن إن تحدثت وعلى ذمتها بأن الحزب الجمهوري الأمريكي سيفوز لا محالة بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وبالتالي هو سيسيطر تماما. وعلى هذا الأساس إيران لا تريد أن توقع الاتفاق النووي، صدق أو لا تصدق لن تقبل باتفاق نووي مع حكومة عرجاء كما تحدث طبعا علي فائز من كرايسيس جروب. وعلى هذا الأساس لماذا اعتبرها هي عرجاء؟ لأنهم حتى لو اتفقوا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على العودة للاتفاق النووي، فالمسألة هي مرتبطة والضمانات مرتبطة بالكونغرس الأمريكي وليس بالإدارة الأمريكية. أي إدارة أمريكية ستأتي بعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كانت ديمقراطية أو جمهورية فهي قادرة من الانسحاب عن الاتفاق النووي، لأنه اتفاق وليس معاهدة، ولم يثبت أمرها الكونغرس الأمريكي وأن الجمهوريين سيطروا على مجلس النواب. على هذا الأساس هذا السيناريو لا يخدم أبدا الإيرانيين على أي مستوى من المستويات، بل إن أيضا المثير بهذا الأمر CNN أيضا ذكرت بأن الإيرانيين لن ينتظروا فقط هذه الانتخابات، بل سينتظروا ما يجري مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2024. ورجحت أيضا بأن إيران ستنتظر حتى عام 2025، لأنهم لديهم أساسا انتخابات رئاسية في الداخل، و2025 تعتبر هذه الاتفاقية التي نتحدث عنها بأغلب بنودها بأنها انتهت تماما، لا فائدة منها في 2025، ولا بد من اتفاق جديد مع حكومة جديدة إيرانية. وبالتالي CNN رجحت هذا السيناريو بأن يكون أمامنا إذا ما فشلت المفاوضات النووية الآن كما هو متوقع، بأن هنالك استئناف سيكون في العاصمة القطرية الدوحة بعد إنهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته القادمة إلى الشرق الأوسط. ولكن بالتركيز هنا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولماذا ممكن إيران أن تنتظر حتى نتائج الانتخابات التي ستجري مع هذا الرجل؟ هي لقضية مهمة انتبهت لها إيران تماما، وهي أن هنالك العدو اللدود والخصم اللدود للرئيس الأمريكي جو بايدن يطارده مطاردة كبيرة جدا. نتحدث عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو يطارد بشكل كبير الرئاسة الأمريكية، وهذا واضح طبعا. الشهر الماضي كان هنالك من قبل البزنس أو من قبل CNN هي وضحت بشكل واضح بأن هذا الرجل هو الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري الأمريكي، رغم اقتحام الكابيتول، رغم العديد من الاعتراضات، لكنه الأكثر شعبية والأكثر مقبولية في الحزب الجمهوري الأمريكي مقارنة بخصومه من الحزب الجمهوري بأنفسهم. وهنالك طبعا خصوم مهمين جدا سيواجهون ترامب، ويجب أن نفهم بأن ترامب عليه هزيمة كل المرشحين للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري قبل أن يواجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذا ما أعلن طبعا ترشحه بشكل مباشر. بحسب The Hill الأمريكية أكدت بأن هنالك أربعة ممن هم سينافسون دونالد ترامب، ونتحدث هنا عن مايك بومبيو، مايك بنس، رون دي سانتيز، وكذلك لاري هوغان، هم الذين سيكونون مواجهين بشكل كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن، على الأقل أو عفوا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري. ولكن الاستطلاعات الرأي العامة هي توضح بأن دونالد ترامب هو متفوق حتى هذه اللحظة على هؤلاء المرشحين الذين نتحدث عنهم. بحسب 538 هي وضحت بأن دونالد ترامب الآن يمتلك دعما كما تلاحظون بحسب إميرسون كوليج وبحسب آخر استطلاعات الرأي العامة بأن ترامب متفوق بنسبة 55%، بينما رون سانتز ب 20%، يمتلك فرصة لكي يكون هو الفائز وممثلا للحزب الجمهوري ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. ومايك بنس ب 9%، نيكي هيلي 3% و 1% بالنسبة لمايك بومبيو. واضح تفوق كبير جدا لدونالد ترامب، بل إنهم أيضا عندما وضعوا ترامب وجها لوجه head to head مع هؤلاء المرشحين، مثلا وضعوه أمام مايك بنس بحسب يوغوف وياهو نيوز، وجدوا بأن ترامب متفوق بنسبة 65% على نائبه السابق مايك بنس الذي تحصل فقط على 18% فرصة لكي يفوز على الرئيس الأمريكي السابق طبعا دونالد ترامب. وبالتالي الفارق 47 نقطة، فارق كبير جدا وساحق لصالح ترامب، ولكن الأقرب والأخطر على دونالد ترامب
في الحزب الجمهوري هو رون دي سانتز، الذي طبعا بالنسبة وبحسب يوغوف وياهو نيوز مرة ثانية ترامب أيضا متفوق عليه بحسب استطلاعات الرأي الأولية بأنه يمتلك 45% فرصة للفوز على دي سانتز الذي تحصل على 36%، والفارق فقط هي 9 نقاط بالنسبة لهذه النتيجة. وبالتالي لا زال دونالد ترامب يمتلك الكثير، وهذا ما جعل الرجل أن يتحدث وأن يصرح وأن يسرب للأوساط الأمريكية وأوساط الإعلام الأمريكية الشهر الماضي بأن 4 يوليو سيكون فيه إعلانا رسميا لترشحه الرسمي لكي يكون هو مرشح الرئاسة ويدخل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. ولكن جاء 4 يوليو يوم أمس ولم نسمع شيئا، بل رأينا تسريبات قادمة من CBS نيوز الأمريكية التي أكدت عن طريق عدد من المسؤولين بأن ترامب يفكر في عملية فعلا القيام بهذا الإعلان، وهذا يوضح بأننا أمام تمديد، والتمديد قد يكون بأن ترامب ينتظر فوز الحزب الجمهوري الأمريكي في نوفمبر القادم بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وبعدها يقوم بهذا الإعلان، وبالتالي يكون هنالك زخما كبيرا لترامب من أجل الضغط بشكل أكبر على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وكذلك على الأعضاء الآخرين، لأنه هو سيكون من هو قادة الحزب الجمهوري بكل تأكيد كما نتحدث الآن. وبالتالي وعلى هذا الأساس وفي ظل هذه الأرقام لدونالد ترامب، وبالأخذ بعين الاعتبار بأننا حتى هذه اللحظة جو بايدن يعاني في عدم مصادقة الشعب الأمريكي بحسب 538، من هو مصادق ومن هو راض من الشعب الأمريكي على جو بايدن فهو فقط 39.2% نسبة منخفضة، والغير راضين والذين لم يصادقوا من الشعب الأمريكي على جو بايدن 55.9%. وبالتالي دونالد ترامب فعلا يطارد بقوة كبيرة جدا جو بايدن، وهذا ما انتبهت وتنتبه إليه كما نتحدث الآن إيران، وتعرف كيف تلعب لعبة المفاوضات النووية بكل تأكيد. وهنا الكلام الكبير الذي يأتي بالنسبة لجو بايدن والفرصة القادمة في زيارته إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى المملكة العربية السعودية، لأن هذه الأرقام ممكن كلها تتغير. لا زال أمام بايدن 2 سنين طبعا بالنسبة إليه لكي ينهي هذه المشكلة وينهي هذه المشكلة ويرتفع في عملية مصادقة الشعب الأمريكي عليه، لأن المسائل التي جرت مع روسيا، الضغوط الكبيرة، عدم تعاون الخليج العربي في زيادة إنتاج النفط وضخ النفط في السوق هي أدت إلى هذه النتائج، لأن هنالك تضخما كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب كبير في وصوله إلى هذه النتيجة. وبالتالي البعض وبعض الخبراء وجدوا بأن زيارته مباشرة إلى المملكة العربية السعودية هي حاسمة للغاية. على هذا الأساس إيرينا سلاف إحدى أهم الخبراء في الأويل برايس لديها أخبار سيئة جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأمور لن تكون بخير بالنسبة إليه، وهي كتبت في الأويل برايس يوم أمس ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستساعد جو بايدن في ضخ النفط من أجل أن يكون هنالك استقرارا في الأسعار. فالفكرة ببساطة بأن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مساعدة المملكة العربية السعودية وحتى دول الخليج العربي في ضخ المزيد من النفط للسوق النفطية من أجل أن تستقر الأسعار، أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في عملية التخلص من مسائل التضخم الكبيرة وقلة الطاقة الموجودة التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية، ومن أجل استمرار الضغط على روسيا. الأمور ببساطة بهذا الشكل. ولكن إيرينا سلاف على الأويل برايس هي وجدت بأن أساسا الآن لا تمتلك المملكة العربية السعودية القدرات اللازمة للفائض، الأمر والقيام بمثل هذا الأمر هو يحتاج إلى فائض، والقدرات لوجود أي فائض لدى المملكة العربية السعودية الآن أو حتى الإمارات العربية المتحدة هو غير موجود من أجل ضخ مثل هذا النفط. وأن مثل هذه المسألة حتى وأن امتلكت المملكة العربية السعودية الفائض بحسب أويل برايس فإنها يجب أن تكون في ظل ظروف طارئة للغاية، وبحسب وزير الطاقة السعودي كان واضحا تماما بأن الآن السوق هو متزن وليس هنالك شيء يضر بالأسواق النفطية بحسب طبعا تصريحات وزير الطاقة التي استندت إليها إيرينا سلاف. وعلى هذا الأساس الأمور ليست طارئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية وهي لن تساعد كثيرا يا جو بايدن، وأخبارك سيئة للغاية بما هو قادم بالنسبة إليك. وهذه طبعا التفاصيل هي تتطابق تماما
مع المقطع الذي انتشر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما قام بمقاطعة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يسير مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وأبلغه بأنه كان على اتصال مع حاكم الإمارات ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبأنه تم إبلاغه بأن السعوديين سيساعدوننا فقط ب 150 ألف برميل في اليوم الواحد أو أكثر بقليل خلال الستة أشهر القادمة. وهذا يوضح بأن الأمور تتطابق مع ما نشر في الأويل برايس وبأن الزيارة القادمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون فعلا صعبة وأنه سيكون تحت الضغط، بل إن ما يزيد الطين بلة على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وما يجعل الأمور صعبة عليه تماما هو ما يتم في شرق أوكرانيا. ففي شرق أوكرانيا الأمور كبيرة جدا وما يجري من تقدم كبير بالنسبة للقوات الروسية في إقليم دونباس، الأمور مستمرة. هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس كما تلاحظون، هنا لوغانسك هنا دانييتسك، القوات الروسية تمكنت من السيطرة بالتمام والكمال على لوغانسك، وطبيعة سيطرتها على دانييتسك تأتي بهذا الاتجاه. هنالك ضغط يأتي باتجاهين، باتجاه باخموت وباتجاه سيفرسك، وهنالك تطورات تجري في منطقة سيفرسك أو بلدة سيفرسك الموجودة في دانييتسك، تحدثت عنها ساوث فرونت الروسية وكذلك عدد من الوكالات عن طبيعة التقدم القادم الروسي تجاه هذه المنطقة. الآن فقط لنلاحظ ما الذي يجري في الأربعة وما الذي جرى في الأربعة وعشرين ساعة الماضية. هذه هي سيفرسك التي نتحدث عنها، هنا منطقة غريغوريفكا وهنا سيري بيانكا بهذا الاتجاه وكذلك درونيفكا بهذا الاتجاه، ولا زالت القوات الأوكرانية أيضا متواجدة في هذه المنطقة. وهنالك نهر سيفريسكي دونتس الذي يأتي تقريبا بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه. القوات الروسية وما قامت به مؤخرا أنها عبرت هذا النهر من القوات الموجودة بهذا الاتجاه، هنالك سيطرة كبيرة بهذا الاتجاه، عبرت إلى هذه المنطقة هي بيلوريفكا لتقوم بعملية التحشيد مع القوات الروسية موجودة في هذه المنطقة. وكما نعلم القوات الروسية بعدما سيطرت على المصفى تمكنت من التقدم والسيطرة على زولوتريفكا التي تأتي تقريبا بهذا الاتجاه وأصبحت أيضا نقطة انطلاق بالنسبة إليها. ساوث فرونت أكدت بأن القوات الروسية تقدمت إلى غريغوريفكا سيطرت عليها، وتقدمت أيضا إلى سيريبيانكا وسيطرت عليها، ووصلت إلى درونيفكا وبدأت عملية ودخلت مراحل اشتباك مع القوات الأوكرانية. وبالتالي واضح جدا بالنسبة للقوات الروسية أنها تحاول التقدم، الضغط من الشمال على سيفرسك بهذا الاتجاه كما تلاحظون، وكذلك من الممكن أن يكون هنالك تقدما بهذا الاتجاه وانسحابا للقوات الأوكرانية كما اعتدنا هي تنسحب لتقوية الخطوط الدفاعية الخاصة بها، مما يدفع القوات الروسية إلى ضغط أكبر. والضغط على سيفرسك مهم جدا لأنهم يهدفون إلى تحقيق هدف مهم يأتي في وسط دانييتسك، وهذا الهدف طبعا إذا ما ابتعدنا قليلا بالنسبة للتقدم إلى سيفرسك هو مهم للغاية لأنه يأتي متزامنا مع تقدم الروسي، هو يأتي إلى نقطة مهمة وهي يطلق عليها باخموت. بالتوقف الآن هنا بسرعة، فإن المناطق التي تحدثنا عنها كما تلاحظون الآن هي سيفرسك هنا بهذا الاتجاه وهنا باخموت، والهدف الرئيسي هو يأتي على سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك. القوات الروسية الآن إذا ما تمكنت السيطرة كما نتحدث الآن على سيفرسك هذه المنطقة مع تقدم إلى باخموت، فهو يوضح بأن هنالك رغبة بأن يكون توقيتا متساويا في التقدم تجاه هذه المناطق. من ليمن أيضا هنالك تقدم كبير جدا يأتي على سلوفيانسك بهذا الاتجاه، سيكون ضغطا مباشرا على سلوفيانسك، ضغطا مباشرا على كراماتورسك، وقد يؤدي إلى قطع الطرق بينهما من أجل السيطرة عليها. وهنا السيطرة سيعني تحقيق الكثير من السيطرة من نسبة ومن مسافة 100 كيلومتر تحتاج أن تسيطر عليها القوات الروسية. الأمر قد يحتاج إلى ثلاثة أسابيع إلى شهر كامل من أجل تحقيق النتائج المطلوبة. بالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن فعلا في موقف لا يحسد عليه في هذه المعركة الكبيرة التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وتظل الأسئلة الكبيرة، هل فعلا الأمور كما تحدثت CNN في ظل تعثر المفاوضات النووية والمحادثات النووية ستصل إلى نقطة صعبة للغاية وسندخل في هذه الاشتباكات، أم سنكون أمام مفاجآت قادمة؟